Bilmem. Haramın ezilmesi şey. Yaman inşallah. Hadi kitabın inşallah. Elil. حضرت الشهود؟ الحاج علي وسالم. معاك بطاقات؟ ايوه. قصدي الانسه؟ ايوه معي. على خيرة الله. انا عاوز استفسر من حضرتك عن حاجة يا سيدنا الشيخ. ايوه يا بنتي. انا حلفت على المصحف ورجعت في حلفاني. اعمل ايه؟ لا تتعودي الحلف، وكفارة اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم، وعند عدم المقدرة صيام 3 ايام والله اعلم. خلاص نصوم سوا 3 ايام بعد الجواز. ربنا يهديكم يا ابني. بقول يا سيدنا الشيخ، اتفضل، مش ممكن نكتب كتابنا في الجامع هنا؟ ممكن قوي، يبقى من فضل الله عليكم. خلاص، يبقى احنا هنيجي لحضرتك بعد المغرب ان شاء الله. على خيرة الله.